48 ساعة بتفصلنا عن مباريات نصف نهائي أفريقيا اللي بتقام بكوتيفوار، بعد طبعا ما تأهلت الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وكوتيفوار وجنوب أفريقيا على حساب غينيا وأنجولا ومالي والرأس الأخضر من ربع النهائي. المباريات هتقام يوم الأربعاء المقبل، وبيستضيف ملعب السلام مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا الساعة 7 مساء، بينما بقى هتكون مباراة كوتيفوار ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب حسن وطارة في 10 مساء. وطبعا في استعدادات قوية جدا للمنتخبات الأربعة اللي وصلوا للنهائي عشان يقدروا ان هم يوصلوا للنهائي بعد مباراة نصف النهائي، وعشان يقدروا ان هم يحققوا انجاز جديد في قارة افريقيا. منتخب نيجيريا اتأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز على انجولا بهدف دون رد في المباراة اللي جمعت المنتخبين، وحصد موسيس سيمون لاعب منتخب نيجيريا جائزة ترجل منتخب بلاده امام انجولا باختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بعد المساهمة في تأهل النسور الخضراء للدور قبل النهائي طبعا من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. أما بقى لو اتكلمنا عن الكونغو تأهلت بعد الفوز على غينيا بنتيجة 3-1 عشان تقابل كوتيفوار اللي كسبت مالي ب10 لاعبين فقط في مباراة نصف النهائي، وخطف طبعا منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور لنصف النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، ولجأ منتخب كمان الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي، واللي شهد تألق طبعا ويليامز حارس جنوب أفريقيا اللي استطاع أن يتصدى لأربع ركلات من أصل 5 طبعا ركلات ليقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي. لو رحنا كمان اتكلمنا عن مدرب كوتيفوار اكد الى ان فريقه كان خرج اكلينيكيا من افريقيا قبل ان يعود بسيناريو خيالي، ونقل كمان الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الافريقي عن المدرب اللي قال: اخبرت لاعبين اننا كنا ميتين بعد الهزيمة امام غينيا الاستوائية، ثم تمكنا من استعادة الحياة بعد مباراة المغرب مع زامبيا. وكشف المدرب الايفواري عن مشاعره خلال المباراة وقال: كانت لدي كل المشاعر اللي بتدور في رأسي خلال محاولة للتفكير للقيام بالتغييرات المثالية، وكان علي معرفة الاختيار الصحيح. وختم كمان كلامه وقال: عندما تصل إلى دور نصف النهائي بتلعب مع منتخبات عالية الجودة، لذا سنحضر أنفسنا. لو رحنا كمان اتكلمنا عن الفرنسي سابستيان دو سابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، أكد أنه راضي عن مسيرة فريقه في كأس أفريقيا رغم تحقيق فوز وحيد حتى الآن اللي جاي على حساب غينيا 3-1 في مباراة ربع النهائي. ونقل كمان الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن دي صبر كلامه اللي قال فيه: في الواقع هذا هو فوزنا الاول، اعتقد انه جاء الوقت المناسب، ان الفوز جه في الوقت المناسب بعد طبعا ما ازدادت قوتنا في البطوله. واضاف المدرب الفرنسي وكمل كلامه وقال: يمكننا القول اننا فزنا وتعادلنا، لكننا لم نخسر في هذه البطوله، نحن في نصف النهائي. وكمل كلامه وقال: يجب علينا لعب مباراة جيدة أخرى، لكن أنا سنرى كيف ستسير الأمور. من الواضح عندما تكون في نصف نهائي البطولة فأنت تريد الوصول إلى النهائي أولا، ثم مرة واحدة إذا أتيحت لك الفرصة لفعل ذلك ستسعى للتتويج.